آخر كلمة سمعتها من ثابت البطل قبل ما توفاه الله، كله محصل بعضه. قال لي كده بالحرف، كله محصل بعضه. عشان كده كل ما بتيجي ذكرى، يوم ذكرى، أنا بحمد ربنا وما بتفرقش معايا حاجة. أيوة. لأنه فعلا كله محصل بعضه. أيوة. كلمة واحد رايح يقابل ربنا، واحنا كده 3-0 دي مع الزمالك بتبقى يعني ليلة. طبيعي. هو قال لي كله محصل بعضه، يعني الدنيا دي خلاص مش شايفها ولا حاجة، الدنيا مش شايفها. ما هو مش شايفها، هو ده درس. إنه ما يعني إيه التنحر والتصارع على الدنيا، ده الدنيا ولا حاجة. كابتن أحمد، أنا عايز أتكلم فعلا عن المشهد ده اللي احنا شايفينه مع حضرتك وجمهور على الشاشة، لحظة لما كان متغطي ببطانية. هو في الوقت ده كان حاسس بإيه؟ يعني ليه صمم كمان أنه يبقى موجود في الملعب لآخر نفس؟ ليه كان حاسس أنه يعني لو روح دلوقتي لا، يعني ده مش أفضل؟ كأنه حتى بيودع اللعيبة، بيودع الملعب. عايز اقول لك، اليوم اللي قبله اليوم اللي قبله كان عندنا التمرين الخفيف. انا ما بيبقاليش الدور في التدريب الخفيف. اللعيبه تمرن مع المعد البدني وحتى الحراس كمان. وانا قاعد معاه في الباص، حاطين الباص في وش الملعب. في 6 اكتوبر، وهو حالته صعبه جدا وانا قاعد معاه في الباص. يعني كانت حالته صعبه. كان ايه بقى؟ ابتدى يحس بايه وقتها؟ هو عايز يبقى مع الفرقه. هو مات يعني زي النخل حبيبي، واقف صلب يعني، صلب. ودايما يعني كان حالته صعبه جدا. ثابت روح يا ثابت، مش هروح انا قاعد مع الفرقه. هو حس كابتن ان ده بيته، وراح الملعب. واعتقد ان هو مات في الملعب. ودايما انا شخصيا بقول انا نفسي اموت الموته دي بعد عمر وانا طويل. وانا بشتغل وانا بعد في الملعب طويل. وانا لسه موجود، عارفه ازاي؟ بعد عمره. فهي مات موته حلوه في وسط ولاده، في وسط اخواته. صح. ويعني عايز اقول لك ان انا جريت على المستشفى. وكنت عامل زي المجانين. لانه بلغوك ازاي بقى؟ كنت فين ساعتها لما كلموك؟ روحت. إيه؟ كان سعيد الاداري. سعيد احمد. اول ما روحت بعديها بساعتين قال لي ثابت توفى الله حبيبي. فجرينا طبعا كلنا على المستشفى بقى. ويعني يوم الصلاه عليه في المسجد كان في مصطفى محمود. انا مش عايز اقول لك ان اللي العدد اللي في الاستاد كان موجود في شارع الشهاب. ويعني حاجه تخض برضه، يعني مشهد رهيب جدا.